يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم نظم الشعر وما حكم الاقتباس من القرآن الكريم وتضمينه في شعره؟ لا يجوز أن يدخل ألفاظ القرآن في الشعر، هذا لا يجوز، لأن القرآن ليس بشعر وينزه عن إدخاله للشعر. نعم. أما الشعر نفسه ففيه تفصيل، منه طيب ومنه خبيث، الشعر فيه تفصيل، طيبه طيب وخبيثه خبيث. نعم.